مساء الخير متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24، معاكم منى عوكي. احنا النهاردة بنستضيف فنانة وجميلة كلنا كنا بنحبها وشفناها طبعا في الناس في كفر عسكر، متألقة وناجحة ولفتت الأنظار ليها أصلا في الطفولة مع دلال عبد العزيز. قدمتي دور شو طبعا شو احنا فاكرينها. اهلا بيكي معانا منورانا في القاهره 24. اهلا بيكي يا منى. اهلا بيكي دايما متالقه. المسلسل بقاله حوالي 20 سنه من 2003. طبعا ما كان معانا استاذه دلال وحنان شوقي الله يرحمه واستاذ احمد بدير، ناس كتير ونجوم كتيره جدا، وصلاح السعداني، فنجوم كبار جدا في المسلسل، وانت كنت لسه طفله كده صغنطوطه. فكلميني في وسط عمالقه. بالظبط. فكلميني بقى عن المشاركه دي، شو بعد 20 سنه راحت فين وايه سبب ان انت يعني اختفيتي الفتره دي كلها؟ دي حقيقة. كلميني بقى. بصي، في الاول هنبدا الدور جالي ازاي، اترشحت ازاي للمسلسل. هي المفاجاه ان انا اترشحت من خلال دلال عبد العزيز الله يرحمها، هي اللي رشحتني. كنت بعمل معاها مسلسل اسمه رياح الماضي، بس الفكره ان احنا كنا طالعين بقى بابي ومامي وفيلل، وما اعرفش جالها الفكره منين ان احنا دي تعمل دور فلاحه، يعني فاهمه اصلا. فكنت انا بحب اقلد الممثلين والمخرجين وكده، فكنا قاعدين في البريك في المسلسل، فروحت قلدت لها محمد منير وقلدت نانسي عجرم وقلدت كذا حد. فراحت لقيتها وانا قاعده معايا، رحت لقيتها بتتكلم في التليفون، انا مش فاهمه، بتكلم الاستاذ نادر جلال المخرج ناس كفر عسكر، بتكلم وتقول لي انا قدامي بنت دلوقتي هتعمل دور حنان شوقي. انا مش فاهمه حاجه. وشويه راحت كلمت ماما، راحت قالت لها يوم كذا هتروحي تصوير على طول، مفيش بقى اللي هو اوديشن والكلام ده، كان تصوير على طول. فطبعا انا ما كنتش لسه بعرف اقرا، كنت لسه عندي 8 سنين. فطبعا السكريبت انا مش فاهمه المسلسل قصته ايه، مش فاهمه انا دوري ايه، مش فاهمه بعمل دور مين وهو صغير، مش فاهمه حاجه. فكانت ماما بتقعد تحفظ، ماما كانت حابه الموضوع جدا، يعني هي اصلا ماما سبب دخولي للمجال التمثيل وكده، كان ماما يعني. فكانت بتحفظني وبتحفظني بالاداء كمان. فكان اول مشهد بيني وما بين اللي هو مفروض بابايا في المسلسل احمد بدير، فالمفروض ان انا بقول له، هو بيغلط في كبير عيله عوف بقى، فبقول له ما تقولش كده على جدي هارون يابا، لا جدي هارون ولا عمتي فتوم، مش وقاعده ايه. براحت ماما بتقول لي وامسكي الجلابيه وامشي بقى، ان انت متضايقه بيتكلم على عمتك فتوم دي انت بتحبيها وكده. كان اول مشهد ولسه ولا اتعرفت على حد، لبست اللبس بتاع الجلابيه الفلاحي والدفرتين والكلام ده كله، وداخله وبزعق ولاحمد بدير وبقول له لا ما تتكلمش كده على جد هارون يابا. وبصي بقى لهجه يابا دي بقى، كانت طبعا كل الاداء ده من ماما. وبشد الجلابيه وبمشي. في حته احمد بدير بيقولها في المسلسل، راح قايل ايه يا حفيظ، دي ما كانتش في السكريبت. هو اتفاجئ اللي هو ايه دي مين دي. واتفاجئت بعد المشهد لقيت الناس كلها في اللوكيشن بتسقف، وجي الاستاذ نادر جلال من العربيه بتاعه التصوير، جالي من بره وقال لهم ايه دي قنبله. طبعا انا مش يعني انا مش فاهمه، انا فحاسه ده عادي اللي هو ايه، انا عملت حاجه حفظتها وقلتها. بس دي بقى لسه متكلمه في النقطه دي، يعني الناس كتير مش هتصدق او هتتفاجئ ان انت اصلا بتقول انا حفظتها وقدتها، لكن اللي شفناه في المسلسل ده انت يعني ايه، واحده فاهمه الموضوع ماشي ازاي، فاهمه كله ده مين وعمل ايه ومين فطوله، انت داخله مش فاهمه حاجه. المشهد اللي بعده بقى كان قتل علي، اللي هو المفروض اللي هو انا طالعه بحبه في المسلسل بقى، وبيننا قصه حب وانا معجبه بيه، وبتفاجئ بدخل على عمتي فطوم لقيته ميت في الارض واخد سكينه. احنا معانا الصوره بتاعت القتل. ايوه لحد دلوقتي. كلميني عنه. دخلت رحت لقيت هو في الارض نايم على الارض، وفي سكينه فيها دم، ودلال طبعا الشر بقى فاهمه من عينيها، وكانت متقمصه ما كانت متقمصه الدور جدا. انا داخله كنت مرعوبه بجد على فكره، ده مش تمثيل، كنت خايفه منها. المشهد اصلا عباره ان انا كنت ابقى خايفه من عمتي فطوم، ان انا ما كنتش متخيله ان هي بالشر ده كله. فطلعت بقى حلوه، طلعت يعني اللي انت طالعه حقيقيه، ما كنتش طالعه بمثل يعني. طب انت قلتي ان هي ضربتك بالقلم فعلا. في مشهد بقى، مشهد اللي انا كان العزاء،
فبقول لها انت بتحبي، الناس بتقول انت بتحبي عبد القادر ده صح، اللي هو صلاح السعداني اللي هو من العيله المفروض ايه الاعداء لينا. وراحت قامت قالت لي قبل المشهد، ياسمين بصي الفنانه سناء الجميل اتشهرت بسبب الم. انا ما اعرفش مين سناء الجميل وما شفتش الالم، صغيره مش فاهمه ومش عارفه ده. وانا حتى وانا كنت بذاكر ماما المشهد فبقول لها هم هيضربوني بجد، قالت لي لا 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 ده تمثيل ما حدش بيضرب حد وكده، فرايحه على اساس ان ما فيش ضرب. لا طبعا طفله يعني اللي ليه حد يضربني. فروحت هناك فراحت لقيتها بقى باخداني على جنب، ياسمين انا هضربك قلم بجد ومش عارف ايه. افتكرت عادي فاهم اللي هو ايه بتهزر معايا وكده. وفجاه والمشهد بدا وانا بقى متقمصه بقى الدور وكده، ورحت لقيت هي ما شاء الله ايه ده كبسه قنطوطه كده قوم قلبصه قنطوطه كده، وراحت دب راحت ضرباني القلم صابحه راحت معلمه هنا احمر. ماما ما كانتش معايا، اللي كانت معايا تيتا جدتي وكده. فراحت طبعا جدتي راحت قايمه بتضربيها ليه بنت بنتي بتضربيها ليه. فطبعا انا بقى واقفه انا ما عيطتش، انا مصدومه اللي هو بتضربيني ليه، انا قلت حاجه غلط في المشهد، انا مثلت غلط، كان كل ده فكري. بعد كده راحت بقى حضناني ومعلش وبتاع، وقعدت تتكلم معايا وقالت لي تمثيل وكده. بس هو طلع حلو يعني. كلميني برضو عن علاقتكم بقى في الجواز، يعني شايفه صور كتير بصي وانت بتضحكي هي كانت يعني الله يرحمها كانت سكر جدا وفريندلي جدا وكانت بتحبني. وطبعا كان في شبه ما بينها وبين مامتي، فكان في مشهد اللي هو بتاع الجمل لو الناس تفتكروا اللي هو ركبة على جمل، وهي كانت خايفة تعمله. فجي الأستاذ نادر جلال قال لماما قال لها ينفع تطلعي الجمل مكانها وكده، لأن كانت شبهها جدا، حتى لدرجة إن ماما كانت الناس بتوقفها في الشارع بيسلموا عليها فاكرينها دلالية. بس أصلا شبه دنيا ده. قال لي الموضوع ده كتير. هي مدام دلال قالت لي كده لا اللي قال لي حاجة زي كده كان نور الشريف الله يرحمه لما كنت بعمل مسلسل الحاج متولي، كنت عامله دور نورهان وهي صغيره اللي بيتخانقوا عليها. فدخلت سلمت عليه قال لي انت شبه بوسي مراتي على فكره كمان. شبه بوسي بس برضه شبه وهي صغيره. وهي صغيره. طيب مدام ده انت قلت لي ان انت كنت بتخافي منها، هل هي فعلا في الكواليس كانت فطوم ولا لا مختلفه؟ بصي هي كانت متقمصه الدور قوي والباروكه الصفراء دي وعينيها والحسنه، كنت فعلا بخاف منها. كنت بالظبط كنت بخاف منها، هي كانت تقريبا متقمصه الموضوع في بره المسلسل مش عارفه. وبس يعني كانت لطيفه. وبعدين كان في تواصل ما بيني وما بينها بعد المسلسل، كنا بنتكلم على طول. وكان اخر كلام ما بيني وما بينها كان فويس نوت على الواتساب بعت لها، وكنت بسلم عليها وبطمن عليها، كنا بقالنا فتره ما اتكلمناش. فراحت بعت لها الصوره عشان افكرها بالبيا وكده، راحت قالت لي ازيك، بعتت لي حتى فويس نوت ازيك انت زمانك كبرتي دلوقتي اخبارك ايه، انا قاعده بشوف المسلسل دلوقتي يعني كان الفجر كانت تتابعه. قاعده بشوفه دلوقتي على قناه دريم وكده، ابقي تابعيه وبشوفك اهو انت قدامي في المشهد. قالت لي بكره بقى نبقى نتكلم ان شاء الله وكده. فانا للاسف ما سمعتش الفويس نوت، كنت نايمه فجيت سمعت وفجيت ارن لها ما ردتش. فطبعا بقى بعدها بفتره سمعت ان هي تعبت ودخلت المستشفى بقى، وربنا يرحمها يعني، وزعلت عليها زعل كبير جدا جدا، لاني كان حتى كنت انا حاطه في يعني ان انا عايزه اقابلها ونتقابل وكده. الحقيقه حتى كانت بتسالني تقول انت كبرتي اتجوزتي طمني عليكي طب نتكلم بكره وكده، فكنت حابه ان احنا ننزل ونتقابل يعني. بس رغم 20 سنه بس برضه العلاقه ما امنتهاش. لا لا كانت يعني انت بنتها بالظبط. يعني كانت جميله مؤثر فاكره ولا غير الالم؟ غير الالم طبعا. المشهد بقى اللي اتعرض بتاع الحمام ده كان مؤثر على مصر كلها. يعني لو كنت انا ما كنتش بعرف اكل حمام اصلا كطفله يعني، فلقيتها بتاكل فبقيت اسال ماما بقول لها هي بتاكله ازاي، هو ده عباره عن ايه، وده جواه عظم ولا، وده مش زي الفراخ، وكانت بتاكله بشر. فاللي هو ايه ده وخفت منها جدا. ما كانش فيه ترند وقتها، بس لو كان فيه ترند ده كان طلع ترند بصراحه. طيب خلينا بقى نتكلم عن حنان شوقي. حنان شوقي في المسلسل برضو يعني ايه، انا مش عارفه انت ازاي عرفتي تجيبيها وازاي كان في شبه كبير قوي كده ما بينكم،
يعني زي ما يكون كان في روح ما بينكم، زي ما يكونوا كنتوا متفقين، مش عارفه بالظبط يعني كلميني عن حنان شوقي، اتقابلتوا الكواليس ما بينكم؟ بصي هو للاسف ده يمكن اول الصوره دي اول مقابله ما بيني وبين حنان شوقي في المسلسل، وكانت الصوره دي متاخده للماكير علشان يحاول يقرب الشكل. انا كان عندي مشكله في القصه بتاعتي، ما كانتش بتتلم، كانوا حتى مطلعين عليا في الوسط يعني متنده ام تنده ما كانتش بتترفع يعني وكده. فتصورنا الصورتين دول مع بعض عشان الماكير يحطها ويحاول يعني يحاول يقرب الشبه ما بيني وما بين حنان شوقي، ونزلوا لها بقى الخصلات الشعر دي علشان نبقى فينا من بعض شويه يعني. ده اللي الناس لاحظوه يعني، حسينا ان فعلا حنان شوقي دي الطفله ودي حنان الكبيره او دي شوقي الكبيره بالظبط، رغم ان احنا ما اتقابلناش خالص في ولا مشهد. اللي كان يعني اتقابلنا يمكن في فويس اوفر بقى، كتاب انا بقعد افكر واسرح وافكر وهي كان صوتها شغال ورا في الباك جراوند. طب حته السرحان والكلام ده بتعمليها ازاي؟ دي برده بصي حد بيقف تمام بيقول الكلام اللي هي بتقوله حنان شوقي المفروض. فالمفروض انا كان في مشهد واقفه في المنطقه الزراعيه، والفنان صلاح السعداني الله يرحمه كان واقف بيتخانق مع حد، ربنا يديله الصحه، انا اسفه جدا، انا اسفه انا قصدي على مدام تلال. ايوه والمشهد ده كان بيضرب حد، وانا واقفه ببص عليه. مفروض اصلا يعني هو اتعرض ان في ضرب، انا ما بشوفش ضرب قدامي، مفيش حد بيتضرب، فانا مش فاهمه انا ببص على ايه. بس رياكشنات في خضه وهو بيضربه بالبوكس بيوقعه، فانا بعمل كده بعمل مش عارف ايه، وبعمل كده اللي هو صعبان عليا الموضوع. ففي حد واقف جنبي بيقول الكلام بتاع حنان شوقي يعني في الحاله بالظبط، ممكن ما مش بيقوله باداء بس اللي هو في حته انت هتندهشي فيها، في حته هتزعلي، في حته هتخافي. فطبعا ده كان برضو بسهل. مش سهل طبعا برضو سهل على طفلة. انت درست تمثيل وانت صغيرة؟ لا انا اللي درست اعلام لسه هنتكلم شوية. طيب احنا برضو بنتكلم عن احمد بدير. بصي مثلا الصورة اللي مثلا لو نعرضها ده الفنان سعد قردش. ده كان كبير بقى العيلة بتاعتنا، ده جدي هارون بقى. كان اي حد يتكلم عنه كنت ابقى لو حتى كان بابايا كنت اقول له ما تتكلمش عليه وحش كمان. ده الكبير بتاعنا ده بقى مش اتكلم عليه. عايشه جدا اهو هنا مع باباكي في المحل بتاعه بقى، يشوف بقى اللي واقفه. كانت هي متبنياني بقى في المسلسل فطوم، هو كان مبسوط من حاجه زي كده اللي هو احمد بدير. اتكلمنا بقى عن الكواليس معاه. كان جميل جدا بصراحه، وهو كان متفاجئ مني يعني فاهمه. كان رياكشناته يعني ما كانش بيتكلم، بس هو كان لما كنت اعمل مشهد معاه وحاجه كان يبص لي يقول بقول لك الحته دي حفيظ دي طالعه في المسلسل اللي هو ايه ده جبتوها منين دي. طيب مدام دلال مثلا ايه النصائح اللي قالتها لك او ايه المواقف الانسانيه اللي بينكم؟ هو احنا يمكن ما كانش في وقت ان احنا كنا نقعد مع بعض، بس كنا يعني كانت بتديني حريه ان انا اعمل اي حاجه، ما كانتش بتعلق على اي حاجه. كان في مشهد مثلا انا بكتب وراها جواب، هي المفروض انها طبعا بتعرفش تكتب فبتمليني، فانا مش فاهمه التكنيك بتاع التصوير ان انا بكتب بجد اللي بتقوله، المفروض انت تكتبي اي كلام علشان تبين انت بتكتبي يعني. كنت خايفه ان الكاميرا تبقى على الورقه محدش فاهمني بقى، فيطلع ان انا بكتب اي كلام فبكتب بجد، فهي المفروض اللي هي تقول لي انجزي ده كله من وقت المشهد. فكانت ايه ما قالتهاليش ولا وقفت المشهد، فراحت ايه تمام ماشي تمام فاهمه. كانت يعني حتى بتجري الموضوع على شيء يعني، ولا وقفت ولا عقبت على اللي انا بعمله ولا ده غلط ولا ده صح، بس هي اتدخلت فانا فهمت اللي هو ايه اكتب بسرعه يعني وكده. طيب من الناس في جفر عسكر لعفاريت السيدة ده برضه مهم يعني مسلسل زي الناس في جفر عسكر محقق مشاهد او شعبيه جماهيريه، كذلك برضه عفاريت السيدة كان مسلسل شعبي زي ما بنقول، كان مسلسل الناس جماهيري الناس بتتفرج عليه كتير جدا، وكان نوع جديد بالظبط. كان معاكي نجوم كبار زي مثلا عبله كامل، سمير عمري، نجوم ونشوى ومصطفى، فكان في نجوم كتير جدا. كلمني الترشح لمين والشخصيه نفسها عملتيها ازاي كده الكواليس؟ الترشح دي انا مش فاكره جه منين بصراحه، بس اعتقد يعني المنتج او المخرج حد تقريبا اللي رشحي يعني. طبعا صغيره مش هفتكر تفاصيل قوي، بس اللي فاكراه انه كان المشهد كان فيه حاجات اسكندرانيه كتير. ما
وكان اسم الفنانة عبلة كامل كان برضو شديدني قوي، رزة. ايه الاسم ده، ايه رزة ده وكده. بس فكانت الكواليس لطيفة، وكان برضو الفنان احمد الفيشاوي كان عامل لوك كده كان غريب برضو، كانت يعني كنت بقعد ابص لهم اللي هو ايه ده، ايه الحاجات الجديدة دي. بس فكنت طالعة بنت الفنانة حنان شوقي، وكنت تقريبا بتقابل معاها في المشاهد اللي هي بتبقى برضو اللي هي كانت صاحبة الفنانة عبلة كامل مقربة ليها، فكنا في مشاهد. لا، كنت طالعة بنت نشوى مصطفى. بنت نشوى. تمام. بس يعني احنا شايفين اهو، بصي نشوى ام قوي يعني. ام جدا. ايوه. انتوا لسه في تواصل لحد النهارده مع نشوى؟ لا للاسف. بصي اهو ماما قوي، وانت بصي برده بتخانق. ايوه تقريبا كانوا بيتخانقوا في المشهد ده او حاجه. بس كان برضو من المسلسلات الحلوة ليا، وكان برضو كان في زينة كانت ظاهرة في المسلسل ده. أيوة. تقريبا كان أول حاجة دراما لزينة أعتقد. تقريبا حاجة درامية ليها يعني، بس كانت جميلة برضو. انت معاها مش بصة كل ده، انت معاك النجوم ولا حاجة؟ ما انا مش فاهمة الفكرة، ان انا ما كنتش فاهمة، فاهمة لو يفهموني بقى ان انا بروح اعمل اللي انا بروح عشان بخاف من ماما تزعقلي، لو انت عندك تاسكة تعمليها وتروحي. فانا كده مش فاهمة بقى ده ايه وهيتعرض فين. وعلى فكرة كانت في ناس ساعات، الناس في كفر عسكر، لان اتشفت اكتر الناس بدأت تسلم عليا في الشارع، وانا مش فاهمة في ايه يسلموا عليا ليه، انا عملت ايه؟ يعني مش فاهمه. من بسبب الناس في كفر عسكر. لان ده اتشفت فيه بشكل اكبر يعني. عبله كامل، هل في تواصل ما بينك وما بين عبله كامل؟ لا للاسف. لا، اخر مره مثلا تواصلتوا؟ هو كان في المسلسل، لكن بعده لا ما حصلش للاسف. ايه الكواليس اللي فاكرها لها، رساله مثلا او حاجه نصحتك بيها؟ الكواليس بتاعت المسلسل مش فاكراها قوي، بس انا كان شددني اللهجة بتاعت الكلام الاسكندراني والحاجات دي، وكان في مصحح لغوي معانا كان بيقعد يصحح لهم، دي كانت اكتر حاجة شداني في الموضوع يعني. من زي ما قلنا من ناس فقط في عسكر لعفاريت السيالة، اولاد الاكابر. الاولاد الاكابر مش فاكرة ايه. كان تقريبا ده بعد الامبراطور، يقابله. اتقابلت مع الفنان حسين فهمي مرتين مسلسل الامبراطور، كنت طالعة بنته، وكانت مامتي الفنانة الهام شاهين. ده في الامبراطور. وبعد كده بعديه عملنا اولاد الاكابر، كان طالع جدي بقى هو اللي رشحني. مش فاكرة مين للأسف اللي رشحني برضو، لان الحاجات دي وانا صغيرة قوي، يعني التفاصيل كانت مع ماما اكتر. او التواصل بيحصل مع ماما يعني. بس فكنت مبسوطه جدا بالكواليس بتاعه المسلسلين، كانت حلوه جدا. وافتكر في الامبراطور ماما كانتش موجوده في اليوم ده، كان عندها شغل، وسابتني مع والده هبه مجدي. واليوم ده جالي سخونيه جامده جدا، وعندنا مشهد لازم نصوره، طب هنعمل ايه. فكان المفروض في حقنه هيدوالي، فانا مش هاخد حقنه، بقيت لو اتنططت مش هاخد الحقنه. ويجروا ورايا، ومامت هبه كانت قاعده ياسمين وقاعده تقنعني، ياسمين خديها وبتاع عشان تبقي كويسه. طبعا الفنانه الهام شاهين برضو جت وقعدت تتكلم معايا، بيقنعوني يعني. ده في الامبراطور ولا في الامبراطور؟ لحد ما زنقتني كده وراحت مديالي الحقنه عشان نلحق المسلسل، نلحق المشاهد نصورها، كل ده من الوقت يعني. بس بالظبط يعني. طيب في صوره شايفاها مع كريمه مختار. ده مسلسل رياح الماضي. ده اللي ترشحت منه للناس في كفر عسكر، وكان طبعا حاجه غريبه جدا، انه بقول لك شايفه حتى اللبس والستايل وفيلل وحاجات، وطالعين هاي كلاس قوي بعدها على طول المسلسل فلاحي. فدي كانت حاجه غريبه جدا، ان معرفش الفنانه دلال الله يرحمها شافت ايه فيا ان هي تاخدني في دور حاجه زي كده يعني. ياسمين ليه اختفيتي حوالي 20 سنه يعني؟ احنا زي ما بنقول ناس كفر عسكر كان 2003، فاحنا دلوقتي 23، فالفتره دي كلها ياسمين كانت فين؟ هل كان مقصود ان انت تختفي؟ لا للاسف ما كانش مقصود قوي، بس انا حاولت يعني، حبيت اتجه للاعلام اكتر، فدخلت كليه اعلام. ففي ناس كتير يعني من الوسط نصحت ماما، قالت لها تدخل اعلام افضل، ومن اعلام ممكن تدخل التمثيل، ده هيبقى برضو يفتح لها سكك، وهي عندها باك جراوند كويسه مش محتاجه ممكن يعني تدخل
المعهد سينما او فنون مسرحيه او كده، فندخل اعلام حاجه جديده وكده كده هي عندها الخلفيه اللي ممكن تساعدها في التمثيل. جينا في سنه تانية كليه للاسف ماما توفت. ف في مرض او حاجه بتعاني منه؟ كان عندها كانسر وكده، فتوفت وانا في سنه، يعني بدايه سنه تانية. فطبعا ده عمل دروب جامد جدا، ان ماما هي اللي كانت مهتمه بالموضوع. بابا كان حابب الموضوع كده بس كان بره، يعني ما كانش في اي كونتاكت معي مع اي حد. ماما اللي كانت ماسكه كل حاجه، بلبسي، بشعري، بتحفيزي للسكريبتات، للاداء، الكلام ده. هي اللي هي كانت حابه ده، كانت هي عايزه تعمله فيها فما عرفتش فطلعته فيا. يعني حتى حاولت تعمل ده مع احمد اخويا، احمد ما حبش الموضوع، فخلاص بقى يعني ايه، قالت هطلع ياسمين بقى. بس فطبعا الموضوع ده عمل دروب شويه. قلت خلاص، فكره ان انا اروح بقى امثل واروح لوكيشنز واروح واتواصل مع الناس، انا شويه مش بعرف اعمل ده، لان كانت ماما اللي بتعمله فما كنتش متعوده عليه. فده برضو خلاني مش عارفه اتواصل. عشرين سنة كمان، الفترة بتاعت 20 سنة، أنا من سن 9 سنين كان المخرج جمال عبد الحميد وإحنا في مسلسل أولاد الإمبراطور، قال لي ماما، قال لها أعديها فترة علشان الناس ما تحفظش وشها، لأن كنت عملت الناس في كفر عسكر أولاد الأكابر والإمبراطور ورا بعض، فقال لها عشان الناس ما لما تشوفها وهي كبيرة ما تحسش إن في حاجة حصلت، يعني بعديها شوية وهاتيها لنا كبيرة. فاخدت بالنصيحة دي. كانت قناة المجد بتفتح في مصر في 2003، رحت قناة المجد وعملت هناك عقد احتكار. هو ده برضو اللي عمل مشكلة، ان ما كانش ينفع اشتغل برا. بس وفضلت بقى معاهم. طبعا كانت دي كانت بتأهلني للإعلام، لان كنت بعمل برامج أطفال، والقناة قامت على برامج بتاعتي كانت باسمي. يعني أول برنامج اتعرض في القناة كان اسمه قالوا مين، أنا ياسمين. ده بقى ابتدينا بقى نتعرف في السعودية، لأن كانت القناة موجهة للسعودية أكتر. ففضلنا معاهم، بابا كان مبسوط جدا بقى بالفترة دي، لأن هي قناة شوية فيها قواعد وفيها سياسات، هو كان مفضلها أكتر عن التمثيل، وكان مبسوط يعني. فكانت دي فترة لطيفة. وفشوية حبيت بقى أن أنا كنت كل الموضوع برامج، ولما كبرت شوية في القناة ودوني الراديو بتاع القناة، بعدها فترة ودوني أعمل صوت عروسة، فجربت كل حاجة خاصة بالإعلام، فحبيت القصة دي أكتر. فلما دخلت كلية الإعلام فالاتنين بقى حسيت لأ، أنا عايزة أتجه للإعلام أكتر، ولو جالي عمل فني طبعا في النص يبقى بس أنا عشان كويس. تلف بس هو وسط البلد. طبعا هي كلها اوضه وصاله. يعني في اعمال ايه في الفتره الجايه؟ رجعنا وشفتي اللي انت قلتيه، رجعنا للتمثيل تاني. في فيلم ان شاء الله اسمه كارت شح، بطوله فنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهلا فاخر، واخراج شادي علي وتاليف وانتاج محمود صابر. ان شاء الله الفيلم هينزل بعد العيد. وبس يعني، وفي بقى مفاجآت في الفيلم طبعا بقى كبيره خالص بقى، غير اللي احنا كل اللي شفناه ده. ده هيبقى فيه فرح، يعني فيه فرح ليا، هتجوز في الفيلم كمان. خلاص بقى كبيره بالظبط، رجعت لكم عروسه يعني. حلو جدا. ياسمين انا بشكرك ومبسوطه ان احنا قابلنا شو الاول شو كده، اني بحب شو جدا، وناس كتير جدا متعلقه بشو، متعلقه بالناس بكفر عسكر. اعتقد ده من اهم الاعمال بجانب طبعا عفاريت السيالة، بجانب عائلة الحاج متولي، كلها مسلسلات يعني في أذهاننا كلنا وفي قلوبنا كلنا بنحبها ومتعلقين بيها، أعمال محترمة ومشاهد راقية، حاجات حلوة نتفرج عليها يعني على مر العصور أو على مر الأزمنة، لكن لما بتتعرض ناس برضه بتتفرج عليها. أنا شايفة في ناس بتعمل شير للمشاهد بتاعت الحاج متولي بالظبط، فدي طبعا استغربت من الموضوع ده جدا. وحرمية في تايلاند، يعني أصحابي لحد النهاردة كل ما يجي المشهد بتاع حرمية في تايلاند يعني يبعته لي. المشهد ده لوحده يعني كوميكس. كان بداية الفيلم. فأنا بشكرك ومبسوطة بيكي وأتمنى لك كل النجاح والتقدم. ميرسي يا رب، دايماً بالنجاح لنجاح. ربنا يخليكي يا منى. ميرسي، وأنا انبسطت جداً إن أنا كنت معاكي النهاردة. شكراً.